عندنا عادة يعني دائما نسوي اللي هي نقبص الواحد مثلا المعرس تعرفون ايه. فاذكر مرة واحد من العيال تزوج وابوه اعتقد انه عقيد واقف جنبه ديني انا طوال شوي يعني فهمت فبقبصه هو قاعد تقبص ابوه وناظر وجهه ما يعطي رياكشن اني قاعد اقبصه واقبص زيادة وانا ناظره ما اكل شيء واقبص ولا ما اعطى شيء يوم قلت سذا ولا ابوه راجعين كذا فهمت احنا صفين راجع انا وياه وجه لوجه كذا فهمت الناس يسلمون على بعض ويصورون وانا وابوه كذا قال هلا وسهلا ايش عندك؟ الله يرحمه قلنا كومنت لا سكتنا كنسل الزواج وقتها طيب هاج ويري قفله والله شوف المواقف كثيره حقت الله يرزقك بقفله الله يرزقك بقفله حلوه اسلم